السلام عليكم أعزائي الطلبة، بالبداية أحب أن أهنيكم ببدء العام الدراسي الجديد. يا رب يكون عام تفوق وتقدم لكم، وإن شاء الله تشوفون كل الخير بي ويبعد عنكم جميع الأمراض والأوبئة. في البداية نقدم لكم مختبرنا، مختبر الويب بروجرامنج. معكم عبد الحكيم قصي البياتي، مدرس مساعد في قسم هندسة الحاسوب، والمختبر طلاب المرحلة الرابعة. بالبداية لح نعرف شنو المواضيع اللي راح ناخذها في هذه المحاضرة. مقدمة introduction عن المختبر. لح نشوف بالمقدمة ما هو الويب بروجرامينج، ومن بعدها common terminologies in web programming، فد مفاهيم عامة عن الويب بروجرامينج، وفرونت اند لانجويجز، ما هي لغات الفرونت اند وشنو هو الفرونت اند اصلا، وبعض المصادر some resources to study لدراسة الويب بروجرامينج. هاي الثلاث فقرات، الكومن تيرمونولوجي والفرونت اند والريسورسز، راح ناخذها ان شاء الله معكم من نلتقيكم بالكلاس روم ان شاء الله يوم الخميس. راح نبدي محاضرتنا اليوم مباشرة عن ما هو ال HTML. طبعا احنا راح ناخذ في هذا الكورس ان شاء الله ثلاث مفردات اساسيه اللي راح نعرفها، هن ذني شنن راح نعرف ما هي هذه المفردات من خلال محاضرتنا معكم بالاونلاين. لكن راح نبدي ان شاء الله اليوم ما هو ال HTML، وبعدها ما هي الاديتورز او المحررات اللي نقدر نستخدمها لكتابة كود ال HTML، ومن ثم ما هي ال What does an HTML page structure consist of، من ماذا تتكون البنية الهيكلية لصفحة ال HTML، وإن شاء الله ناخذ بالنهاية أول مثال عن لغة ال HTML. مقدمة Introduction. What is web programming؟ ما هي برمجة الشبكة أو برمجة صفحات الشبكة؟ الـ Web Programming is a process of creating web pages for websites in an intranet or the internet by web developer, also known as web engineer. هي عملية إنشاء صفحات شبكة على مواقع الإنترنت أو الإنترنت. طبعا ان شاء الله انتم ابطالنا المهندسين الجدد باذن الله، يعني صف رابع، فاكيد ان شاء الله تعرفون ما هو الفرق بين الانترنت والانترنت، واي تساؤل عندكم ان شاء الله هم بالاونلاين انا حاضر اجاوبه. فهنا شنو يقول؟ عملية الويب بروجرامينج هي عملية لانشاء هاي الصفحات من خلال ويب ديفلوبر، وفي بعض الاحيان ايضا يسمى ويب انجينير. عملية هاي الإنشاء لهاي الصفحات من خلال شخص يدعى بالويب ديفلوبر، فإذا العملية هذه سوف تدعى أيضا ويب ديفلوبمنت، ولح نشوف هاي الويب ديفلوبمنت من خلال الكومن تيرمونولوجيز بالويب بروجرامينج، وفرقها بين فد تيرمونولوجي ثانية أو فد مصطلح ثاني شائع من تسمعون يعني إنشاء الصفحات مال الإنترنت. إن شاء الله هاي كلها راح ناخذها بالاونلاين. هسه نجي ما هو ال HTML. خلي بالبداية نضرب فد مثال مبسط. شوفوا هنا يعني خلي نقول فد قاعة اجتماع أو فد ميز اجتماع جالسين عليه. لو تشوفون هنا هاي الامرأة الإنجليزية ورجل من العراق ورجل من اليابان ورجل من البرازيل. مثل ما تعرفون الإنجليزية أكيد راح تتكلم اللغة الإنجليزية، العراقي يتكلم اللغة العربية، الياباني اليابانية، والبرازيلي اللغة البرتغالية. هذول بيناتهم شلون راح يقدرون يتفاهمون ويتواصلون؟ أكيد أكو لغة مشتركة بيناتهم، ولنفرض مثلا اللغة الإنجليزية، راح يتفاهمون بيناتهم ذولا من خلال لغة مشتركة. هذا كمثال مبسط لما هو ال HTML. HTML وكأنه هي لغة مشتركة بين متصفحات الإنترنت جميعها.
يعني جميع الويب براوزرز تفهم ما هو الـ HTML، وبالتالي لمن أني أكتب في صفحة إنترنت أو أستدعي صفحة إنترنت ولنفرض www.google.com، من راح ترسل للسيرفر، السيرفر راح يرجع لي المعلومات أول شيء وأساس هاي المعلومات ترجع لي من خلال لغة الـ HTML، لأن مثل ما قلنا كل الويب براوزرز راح يفتهم هاي اللغة المشتركة. هسه لا احنا جينا نحكي الـ HTML هو اختصار لشنو؟ اختصار لـ Hyper Text Markup Language، وأني أحب أنه هذا يكون أول سؤال بسيط لحضراتكم، وهو ليش سميناها هايبر تكست مارك اب لانجويج؟ احنا راح نتكلم طبعا ما بعدها، بس راح اعوف جواب هذا السؤال، واريد ان شاء الله ابداعاتكم يا ابطال من خلال محاضرتنا الاونلاين. طيب، هي ال HTML بما انه قلنا هي مختصر لهايبر تكست مارك اب لانجويج، فاذا هي تستخدم which is used to create web page for websites، تستخدم لإنشاء صفحات الويب لمواقع الويب. طيب، this language، هذه اللغة is based on an existing international formatting SGML standard generalized markup language. هاي اللغة تعتمد بالأساس على يعني فت فورمات أو فت صيغة عالمية اسمها ال SGML. هاي ال SGML ومختصرها مثل ما تشوفون امام حضراتكم تستخدم لمعالجة النصوص، فبالتالي هي بتعبير مبسط in simple terms HTML is simplified version of SGML. اذا هسه بعد ما عرفنا انه ال HTML لاجل اي شيء تستخدم ومختصر من شنو وبناءها اعتمد على شنو، رح نجي نعرف الغرض الأساسي من ال HTML. The main purpose of HTML is just to display the text on a world wide web. هي بالأساس الغرض الأساسي يستخدم لعرض النصوص على صفحات الإنترنت. Implement the written text and images for the users through a web browser. فهي تنفذ هاي الكتابات أو النصوص المكتوبة والصور للمستخدم من خلال الويب براوزر. شنو يعني تنفذ؟ يعني يعني أنت من عندما تشوف صفحة إنترنت، لنفرض هاي صفحة إنترنت، عندما تشوف هاي الكتابة، هاي الكتابة بالحقيقة هسه لو مثلا بالباوربوينت نقول احنا هنا هاي الكتابة شلون؟ احنا كتبناها من خلال الكيبورد، صح لو مو صح؟ بينما بالويب براوزر هاي الكتابة دا تشوفها كتبت من خلال لغة ال HTML، فدت تعرض لك اياها هاي اللغة ككتابة عبر صفحات الانترنت. ان شاء الله يكون لحد الان مفهوم. هسه نجي شنو الاديترز اللي نقدر نستخدمها بال HTML؟ طبعا انتم ان شاء الله حرين او احرار العفو في اي اديترز تحبون تستخدموه او انتم متوافقين وياه. احنا بمحاضراتنا ان شاء الله خلال هاي السنه راح نستخدم الفي اس كود، الفيجوال ستوديو كود. راح تشوفوا فد محرر او اديترز للغه ال HTML بديع جدا، وبيه فد فاسيلتيز ان شاء الله تسهل لنا هوايه امور. على العموم اللي ما يحبه وحب انه يستخدم النوت باد، اي نعم النوت باد مثل ما تسمعون، حتى بالنوت باد اقدر اكتب HTML، وهسه ان شاء الله اقول لكم شلون بشكل بسيط. ايضا النوت باد بلس بلس الفيرجن يعني المعدل عن النوت باد واللي يستخدم عاده كمحرر اكواد. ايضا بقيه انواع ال HTML اللي تشوفوها امامكم سبلايم و سبلايم اديتر وغيرها من المحررات. اي محرر انتم ببالكم شباب تقدرون تستخدموه، لكن مثل ما قلنا احنا ان شاء الله راح نستخدم الفي اس كود. طيب، احب اشوفكم فد شيء بسيط شلون اقدر انصب الفي اس كود. مجرد اكتب في اس كود
هاي لو تشوفون طلع لي فيجوال ستوديو كود، اقول له داونلود. انت شنو الاو اس مالتك اللي دا تستخدمه؟ ويندوز؟ قول له داونلود للويندوز، لينكس او ماك للابل. فاي او اس انت دا تستخدمه شوف متوفره الفي اس كود، مجرد لح اقول له داونلود لح يطلع لي وين تحب تخزنه، اخزنه باي مكان. طبعا اني لانه منصبه ومسوي له تحميل ومنصبه، فلح الغي هاي الخطوه. بعد ما تسوي له تحميل وتنصبه لح يطلع لك، نرجع لمحاضرتنا العفو، بعدها لح يطلع لك كبرنامج منصب على سطح المكتب. طيب بعد ما نصبنا الفي اس كود لح نبدي هسه الان نشوف شنو ال HTML page structure consist of، من شنو متكونة البنية الهيكلية لصفحة ال HTML. الشيء الاساسي المتكون من الصفحة، صفحة ال HTML، هو ما يسمى بالعناصر ال elements. كل element محددة ب الأمور التالية: start tag، راح تشوفون هذا اسمه start tag، وهذا end tag، وما بيناتهن راح يكون العفو some contents between them. العنصر اللي نحتاجه راح يكون بين هاي ال start tag وال end tag. وانتبهوا على هاي السالفة، جزء من جواب سؤال ليش سميت هاي اللغة هايبر تكست ماركب لانجوج. اوكي، there are many elements، اكو عناصر كثيره بال HTML document. some of them are very important and will be seen in every document. بعضها راح نشوفها بكل document ننشئه، يعني كل ما نريد نكتب فت كود لانشاء صفحه HTML راح نشوف هذه العناصر. مثل ما شفنا بالفيديو السابق انه وصلنا الى الفقرة اللي تقول انه اكو عديد من العناصر بدوكيومنت ال HTML، وقسم من هاي العناصر رح تكون مهمة جدا لان رح نشوفها بكل دوكيومنت. خلنا نتعرف على هاي العناصر سويا. العنصر الاول والمهم جدا اللي هو تاج علامة تعجب دوك تايب HTML، ونغلق على التاج. هاي عبارة عن تعريف شباب، تعرف الدوكيومنت انه يابا هاي الدوكيومنت مالتنا عبارة عن HTML5، عبارة عن دوكيومنت HTML للفيرجن الخامس. طبعا ال HTML بيها فيرجنات، اخر فيرجن موجود حاليا ويستخدم في جميع الويب براوزرز هو الفيرجن الخامس، واللي هو احنا راح نشتغل بيه ونستخدمه ان شاء الله. هذا يساعد البراوزرز to display web pages correctly، حتى يستعرض صفحات الانترنت بشكل صحيح. طيب يقول هنا it must only appear once at the top of the page، معناته احنا من نريد نعمل البيج او الويب بيج نذكر هاي الديكلاريشن مرة واحدة فقط before any HTML tags أخريات. يعني قبل أي HTML لازم نعرف، نقول لهذا الدوكيومنت مالتنا هل هو HTML5، هل هو HTML version 4، لو شنو. فلح تكون هاي اللي دا تشوفوها أمامكم طلاب هو تعريف ال HTML5. المسألة الثانية المهمة أو الإليمنت الثاني المهم اللي يسمى root element، اللي هو HTML، هو بداية البيج ونهايته. شوفوا هذا التعبير انه تاج، نفتح تاج وخط مائل و HTML ونسد التاج، هذا معناته نهاية هاي الصفحة. فنقول له نعلم للبرنامج او الاديتر، نقول له يابا بداية صفحتنا من هاي ال HTML ونهايته بهاي ال HTML، فلح يكون انه هذا التاج او هذا الاليمنت لح يسمى root element لل HTML page. اوكي، لح تجينا مصطلحات او مصطلحين مهمة
بالحقيقة هنا تشوفون ثلاث مصطلحات أو ثلاث elements, three elements, لكن أهم two elements بيها الهيد والبادي. شوفوا شباب, الهيد يقول the head element contains meta information about the document, يحتوي المعلومات الوصفية للدوكيومنت مالتنا أو للصفحة مالتنا, لكن أي شيء بداخل الهيد ما لح يظهر على الصفحة اللي لح ننشئها مال ويب. هاي خلوها ببالكم, أي شيء داخل الهيد حتشوفون شنو معلومات وصفية, مثلا ستايل الكتابة, نوع الأحرف, اللانجوج مال صفحة انجلش ارابيك اور اني اذر لانجوج, زين الى اخره. فلح تكون بالهيد, الهيد يعني حتى تقرب الى اذهانكم انه وكأنه عقل الانسان, الشغلة اللي تفكر بيها بداخل عقلك الناس ما تشوفها, لكن شنو اللي تشوف اللي بداخل البادي, اللي بداخل البادي element, the body element contains the visible page content, فلح تشوفون محتوى البيج المرئية داخل البادي. طيب التايتل, التايتل ما لح يظهر بداخل الصفحة, هذا عنوان الدوكيومنت أو المستند اللي فاتحي باسم أجل, وهسه لح نشوفه إن شاء الله بأول أول برنامج لح نسويه سوية. Let's go شباب. أول شيء إيش لح نسوي إن شاء الله, أول شيء لح نسوي إنه لح نذهب إلى نذهب إلى برنامج الـ VS Code مثل ما اتفقنا وتعلمنا شلون نحمل البرنامج وننصبه, برنامج الـ Visual Studio Code. لح نفتح البرنامج, لح تطلع لنا الواجهة بهذا الشكل Visual Studio Code, هذا المحرر اللي لح نستخدمه إن شاء الله خلال دورتنا. فنجي فايل, نيو فايل, انفتح لنا فايل جديد. اول شيء شباب دائما اخذوها قاعدة, اول شيء نخزن البيج مالتنا. طبعا بي ليش قلت لكم ان شاء الله البي اس كود هذا البرنامج روعة, فشوفوا بي اكفت شيء اسمه اوتو سيف. اوتو سيف هذا اي شيء تسوي اي شغل تشتغله لح يخزنه تلقائيا بدون حاجة انه انت تخزن, لكن مثل ما تعرفون اول مرة لازم احنا نخزنه بالمكان اللي نريده. فمثلا احنا لح نخزنه بهذا الفايل ونسميه first program. اوكي دوت, هاي مهمة جدا, باي editors لازم تخزنه بهذا الاكستنشن بهذا الامتداد دوت html حتى يعرفه او تعرفه يعني تعرفه الحاسبة او تعرفه الموقع انه هذا هي عبارة عن ويب بيج ده نشتغل بيها. فلح فشوفوا, فهذا الفيرست بروجرام مالتنا. اول شيء مثل ما قلنا انه شوفوا هاي فائدة الـ VS Code, شوفوا رأسا طلع لنا اياها ويشرح لنا عليها شنو هي هاي A primable for an HTML document, هو فد بادئة أو سابقة لوثيقة الدوكيومنت الـ HTML document, اتعرفنا عن أنه هذا HTML5. هاي أول نقطة. بعدها شنو قلنا؟ بعدها نفتح نقول له head. اوكي شوف بس تغلقها, هاي الحلو بالـ VS Code التسهيلات اللي مسويها بها. لو نرجع من جديد سوري بس تقول له اتش اي باوع طلع لك كل اللي بحرف الاتش اي, فاحنا الاليمنت اللي نريدها هو الهيد وباع يشرح لك عنها. The head element represents a collection of metadata for the document, وحتى بها ريفرنس تقدر يعني تستزيد من المعلومات عنها. فلا بس مجرد نغلق التاب راح يطلع لنا يعني نهاية الهيد, نهاية الدوكيومنت مالتنا. شو نسوي له بس انتر صغيرة؟ هسه بداخل الهيد ايش قلنا نريد؟ أول شيء نسوي تايتل. شوفوا عيني تايتل همين نفس الحكي انه شرح عني يطلع لك البرنامج, هذا الحلو بالبرنامج. هسه راح نجي نكتب مثلا نقول له first
اوكي فيرست بروجرام. زين هسه الهيد انتهى، هسه نروح على اليمن. ها عفوا نسينا شغله، اول شيء ايش قلنا؟ لازم اول شيء نفتح مستند ال HTML، بعد الدوكيومنت تايب نفتح HTML. اوكي نفتح ال HTML، وهذا كل الحكي يدخل، ما يخاف نوثق حتى الخطأ مالتنا حتى نتعلم من عنده. شباب الهيد لازم يكون من ضمن ال HTML وليس خارج ال HTML، حتى يعرف البرنامج او يعرف او تعرف الويب سايت، يعرف انه هذا هو، هاي الصفحة هي الويب بيج، تبدي من ال HTML وتنتهي بال backslash HTML. اوكي بعد الهيد قلنا ناخذ البادي، وصحيح شوفوا بالبادي، بالبادي راح نكتب هاي ما قلت لكم عليها ال H1، نتكلم عليها ان شاء الله بالمحاضرة الجاية، بس هسه اعرفوا انه كتبنا H1 ونكتب This is the first program. اوكي This is the first program. سوري هنا انا لازم تي. اوكي هذا هو. زين هسه ورا ما كملنا المفروض اني اقول له سيف، لكن مثل ما قلنا اكو فاسيلتي بهذا البروجرام الحلو بي انه اوتو سيف. خلينا نشوف ايش صار. نضغط هنا انا رايت كليك ونقول له ريفيل ان فايل اكسبلورر، شوف لي بالفايل اكسبلورر احنا وين خزناه؟ خزناه بفولدر الويب بروجرامينج لاب. فهيا تشوفون فيرست بروجرام، افتحه باش طلع This is the first program. هاي وين كتبناها شباب اذا تتذكرون؟ خلينا نرجع، وين كتبناها This is the first program؟ شوفوا بالبادي وليس بالهيد. زين وين الهيد؟ الهيد وين؟ مو كتبنا first program؟ قلنا ما راح يطلع بالصفحه مال الانترنت، لكن شوفوا وين صار الاسم؟ هنا first program. لهنا ان شاء الله خلصنا اول برنامج لنا، ان شاء الله يا ربي تكونوا استفاديتوا. صح اول محاضره يمكن قد تحسوها شويه نوعا ما ممله، لكن ان شاء الله المحاضرات الجايه راح تتعلمون اشياء جدا حلوه وكيفيه صناعه محتوى الويب بيج، وراح نتعلم ان شاء الله او نتناقش ان شاء الله شنو فائده الويب بروجرامنج لطالب هندسه الحاسوب. شكرا لحسن اصغائكم، واتمنى يا ربي عجبتكم، واي شيء اني حاضر انه يعني باللقاء، اي سؤال او اي استفسار او اي اضافه تريدون تضيفوها احنا ان شاء الله يعني معكم. واشكر حسن اصغائكم، مع السلامه.